مرحبا يا سطير، كيفكن؟ إن شاء الله تكون بخير. مقطعنا لليوم عن تحدي باركور بيني وبين أخي، هو عبارة عن 5 تحديات. بتمنى يعجبكم المقطع ولا تنسوا تدعمونا، ويلا نبدأ.
ماي جاد واو. وبالنهاية طلع التحدي الخامس صعب شوية ما قدرنا ننجزه أنا وأخي. برأيكم مين كان أداؤه أفضل، أنا ولا أخي؟ اكتبونا بالتعليقات ومع السلامة.